بسم الله الرحمن الرحيم التغالب بين اثنين او اكثر في شيء تاره يكون باله القمار وتاره بغيرها اما اذا كان باله قمار هناك الات اسست للتقامر بها للتغالب بها توجد في بعض البلدان نوادي للقمار توضع فيها تلك الادوات الشطرنج النرد وغيرهما ومنها الورق اللي يسموه الجنجفه هذه ادوات قمار اذا لعب بها الناس بمقابل هذا اكيد حرام ما في اي نقاش طيب اذا لعب شخصان مثلا باله القمار مجانا من دون مقابل يقولون نتسلى يجوز الفتوى اليوم على عدم الجواز لان هناك روايات تقول اللعب بآلة القمار، وفيها إطلاق يشمل اللعب بآلة القمار مجانا أو بمقابل لا فرق. ليلة أحد الإخوان قال إذا دخل شخص إلى محل، إلى ديوانية مثلاً. ووجد هذه الامور نرد شطرنج جنجفه ما تكليفه تكليفه ان ينهاهم عن المنكر ويقول لهم هذا حرام انتهوا ثم هذه الالات يجب اتلافها ان كان يمكنه هو ان يتلفها ياخذ هذه الجنجفه يشقها مثلا يقدر فليفعل هذا تكليفه يشقها زين اذا واحد قال هذه قراطيس والقرطاس يمكن بفايده اي يشقها يقول هاي القراطيس اخذوها ترجون تشبون فيها نار مثلا تستفيدون منها الماده ما يتلفها الهيئة يزيلها اذا امكنه ذلك احيانا يقدر شخص مثلا له وجاهة هو ابوهم جدهم دخل شاف اولاده او اخوانه قاعد يلعبون وعنده سلطة يصيح بهم ينهاهم ويكسر هذه الادوات ادوات الشطرنج يشق الجنجفه يتلفها الهيئه يزيلها يبقي لهم القراطيس يبقي لهم الخشب يريدون يستفيدون من الخشب او القراطيس كيفهم زين ما يقدر مو كثيرا ما يقدر قد يسوي له مشكله ياذوه يروحون يشتكون عليه مثلا اذا ما كان قادرا فهو معذور. لكن إذا أمكنه ذلك فيجب إتلاف آلة له إتلافها بمعنى إزالة الهيئة يعني مو يجي مثلا ياخذ هالأوراق يحرقها اللي المادة أيضا تروح أو الخشب يحرقه يكسره يكسره بحيث يزيل هذه الهيئة هيئة القمار يريدون يستفيدون بالمادة الموجودة تلك قضية ولا يجلس في ذلك المجلس مجلس فيه أداة قمار خلي يقوم يطلع هذا نوع نهي عن المنكر ممكن أحيانا لو يقوم يطلع أول شيء ما يهتمون مثلا يقول خلي يروح بعد يومين هم يجي وهم يسوي لهم صيحة ويقول لهم هذا حرام كذا مرة مرتين تالي يقولون هذا مشكلة طلع لنا بلوة بعد من يشوفوه يقولون وخروها خليجي يقعد يطلع بعدين المهم بالنتيجة راح يعطي تأثيرا يعني لا يقول كلامي ما بي ثمرة نهائيا كثيرا ما النهي عن المنكر الأمر بالمعروف في نتيجة ولو مو الا نتيجة كاملة ولو جزئية على الإنسان أن يفعل ذلك. طيب إذا اللعب بآلة القمار مع الرهن مع المقابل هذا أكيد ما يجوز. اثنين اللعب بآلة القمار ولو مجانا قالوا نتسلى ما فيها مقابل. طبعا المقابل قلنا البارحة مو إلا يكون شيء كثير يعني لو فرضنا قالوا المغلوب يعطي للغالب شراب مثلا من المشروبات الغازية بيبسي يشتري لهم هو هذا مقابل هذا هذا مقابل القمار واللي ما في أي نقاش في حرمته لو فرضنا أي شيء ما في مجرد لعب مع هذا لا يجوز، الفتوى اليوم أنه لا يجوز اللعب بآلات القمار. الفرض الثالث: أن يحصل تغالب في غير آلات القمار مع المقابل، هذا اللي يسموه الرهن. يقول له تراهن كثيرا ما يصير كذا، يقول له أنا أقوى منك. أقدر أركض أسرع منك. أرفع أثقال أكثر منك مثلا آه وذاك يقول له لا مو هالشكل يقول له تراهن يقول له لا ما راهن ما يجوز يراهن تحب تعال خلينا نشيل اثقال ونشوف الحين انت اقوى مني لا باس ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الحين اذا عندك عضلات يعني شنو شنو فائدتها العضلات لا تزيد ولا تنقص اللي يزيد وينقص الإيمان إيمانه يزيد خوش كلام ما زادهم ما بيفايده عضلاته وما عنده عموما فإذا يتغالبون الآن بعد الركض أو شيل الحديد هذه مو آلة قمار أو لعب الكرة لكن إذا كانت مع مقابل هذا صار رهن رهان ما يجوز رهان الان عندنا يعني رهن وعندنا رهان حتى لا يصير اشتباه. الرهن عاده اذا واحد مثلا استقرض من شخص مبلغ يقول له حط عندي رهن يقول له حط سيارتك رهن عندي هذه غير قضيه. هنا نسميه رهان نحط لها الف حتى يصير فرق يعني مراهنه مراهنه. فاذا صارت مغالبه ولو لا بآلات القمار قلنا بحمل الأثقال بالكرة ومشاكل بمقابل ما يجوز فريقان يلعبان كرة القدم والفريق المغلوب يعطي للغالب شيئا يسوي له غدا مثلا يعطي مبلغ من المال ما يجوز حرام هذا رهان الفرض الرابع والأخير إذا في طرف ثالث يدفع وكان اللعب على هالأساس يعني لو ما في طرف يدفع كان ما لعبوا هذا هم في إشكال مرة الطرف الثالث يقولهم لعبوا وأنا أعطي للغالب وهم يريدون يلعبون أعطوهم أو ما أعطوهم هذه ما فيها إشكال الفرض الرابع والأخير أن يلعب طرفان أن يتغالب طرفان في شيء ليس آلة قمار يلعبون كرة قدم مثلا هي مو آلة قمار أو يشيلون أثقال أو يركضون وما شاكل أو مجانا من دون مقابل فهذا جائز لأنه لا آلة قمار ولا يوجد رهان السؤال في لعب هالايام طالعه الحج يقول اونو وكيرم الاسماء ليست مهمه اذا الاله صارت اله قمار يتغالب بها فهي محرمه ليست اله قمار ليست حرامة وهذه يشخصها العرف عاده لو فرضنا مثلا هاي بعض البلدان الكافره اللي عندهم صالات قمار يحطون هالشكل اشياء فيها صارت من الات القمار يعني هذا كاشف عن كونها اله قمار طيب الان احنا من قلنا الرهان الرهان حرام هناك استثناء في المراهنه الرهان هناك استثناء لا لا سبق إلا في خفٍ أو حافرٍ أو نصل هذه فيها نص هذا نص رواية ثلاثة أشياء المسابقة بها مع المقابل مع الرهان جائزة للنص الخف والحافر والنصل الخف.. للفيله والابل راكبين على الابل ويتسابقون بمقابل يشوف ياهو يغلب او على الفيله الخف يعني يكون تحت الرجل كتله لحم ضخمه تحت رجل البعير كتله لحم يمشي عليها يسموه خف كذلك الفيل هالحيوانان لهما خف أو هناك شيء اسمه حافر وشيء ثالث ثالث اسمه ظلف الظلف غير الحافر الأظلاف موجودة في الأبقار والأغنام قطعتين صاير الظلف قطعتين موجود أجلكم الله في البقر والغنم الخف موجود في الإبل الحافر قطعة مثل قطعة الخشب قطعة قطعة أو ما فيها حياة يعني مثل الظفر أنا شايف ويمكن أنتم شايفين في بعض البلدان اللي هاي موجودة للخيل والبغال والحمير أجلكم الله الحيوانات الثلاثة عند حافر بعض البلدان بهاي اللي فيها الحيوانات يحطون للحافر حدوة تحت الحافر حدوة حدوة الحصان مثلا حتى بسرعة لا يسيف من كثرة الركض زين يجيبون الحصان يوقفوه يشيلون إحدى يديه مثلاً أو إحدى رجليه يحطون الحدوة الحديدية ومسامير ويدقون المسمار يدخل بالحافر وما يتعور يعني هذا الحافر هو ما فيه حياة الحافر نفسه ما فيه حياة طيب الحافر اللي يشمل قلنا الخيل والبغال والحمير يجوز السابقون عليها؟ يجوز هذا عنده حمار وذاك عنده حمار يركمون ويقول يلا خلينا نشوف ايهما اقوى ايهما يسبق مثلا او اللي يغلب ياخذ من المغلوب عشر دنانير يجوز ايه هذا الحافر بعد النصل النصل يعني ما له طرف حاد اية آلة لها طرف حاد يعبر عنها بالنصل وهذه ثلاث اشياء السيف وال والرمح والسهم السيف والرمح والسهم السيف له طرف حاد طبعا والخنجر هم يدخل ويا ربما يعني ظاهر ضمن النصل والرمح اللي الى راسه كذا يقاتلون فيه والسهم السهم هم له نصل يتسابقون في الرمايه الرمايه الى اليوم موجوده لعبه الرمايه يحطوا لهم هدف ثم يحاولون يصيبون قلب الهدف اللي يقدر يصيب مثلا له وضع متميز فيقعدون يرمون يشوف يرمون مثلا يتفقون على عشر سهام يرموها اللي اكثر يرمي يكون غالب عقب ما يرمون العشره هذا اصاب سهام ثمانية منها أصابت قلب الهدف ذاك لا ستة منها أصاب يكون هذا غالب مثلا لا سبقة إلا نص الرواية رواية لا سبقة إلا في خف قيل تقرأ لا سبقة وقيل لا سبقة بفتح الباء إذا قريناها سبق قائلين بمعنى المقابل واذا قريناها سبق بمعنى المسابقه عموما هذه جوز اي يعني كم شغله صارت الخف اللي هي للفيله والابل والحافر اللي هي للخيل والبغال والحمير والنصل اللي هي للسيف والرمح والسهم هناك كلام يجينا إن شاء الله في كتاب الرهان هو هذا كتاب مستقل كتاب الرهان أنه هل هذا الكلام يشمل الآلات الحديثة يعني لو يتسابقون مثلا بالطائرات اليوم طائرتان حربيتان يتسابقون فيها أيهما تغلب أو مثلا يتسابقون في ضرب كذا البنادق البنادق هل تشملها او خاصه بهالامور ما علينا الان مو محل تفصيلها. عموما المغالبه هاي صارت النتيجه النهائيه التغالب بآله القمار مع المقابل حرام بلا كلام. التغالب بآله القمار مجانا الفتوى اليوم على التحريم. التغالب بشيء ليس اله قمار قلنا مثل الكره وامثالها مع مقابل رهان لا يجوز التغالب بشيء ليس اله له من دون مقابل يجوز هذه اقسام اربعه هذا التراهن اللي نتكلم عنه أن هو الذي يكون بين المتسابقين نفسهما. اليوم طلعت قضيه ثانيه يقعدون ناس يتفرجون وهم يتراهنون مع انهم لا بالعير ولا بالنفير لا الحصان حصانه او لا الفارس فارسه، وش ماكو شيء. قالوا واحد شافوه كلش مهتم بالموضوع كان قاعد يشجع كثيرا أحد الأحصنة قال له هذا حصانك قال لا زين اللي راكب عليه أنت مستاجرة قال لا بس السرج المحطوط على الاحصان تابع إلي فكان مهتم بالقضية المهم بيناتهم يتراهنون يجوز هذا الكلام لا ما يجوز ما يجوز المراهنة مطلقا لا تجوز المراهنة لا تجوز الا في هذه الامور المحدوده هم نفسهم يركبون على خيولهم ويتسابقون يركبون على دوابهم يقعدون يرمون او يتغالبون خلصنا من مساله المقامره اللي هي احدى الموارد التي تحرم المعامله فيها من الموارد التي ورد النص في ان التكسب منها محرم إعانة الظالمين إعانة الظالمين مرة الإنسان يعين الظالم في عمل محرم يعينه على ظلمه ومو معدود من أعوانه اليوم شاف له واحد قاعد يسوي شيء قاعد يظلم له شخص هو هم قال خلينا نساعده نعاونه اخاف ما يقدر عليه زين شاف له واحد ماسك له مسكين فقير ين بالمسجد المسجد وقاعد يسحبه يقول ليش قاعد تسول هذا يجي يقول له تعال مس... تريد اجيب لك حبل تربطه به مثلا يعاونه هذا صار معينا للظالم على ظلمه الروايه قايله الظالم والمعين له والراضي بفعله شركاء ثلاثتهم اللي مسكه واللي جاب له الحبل والثالث اللي قاعد يطالع يقول زين يسوون فيه خلي يمسكوه هذول ثلاثتهم ظلمة هذول شركاء يدخلون مع بعض إلى النار نعوذ بالله إلا إذا تابوا وكانوا مؤمنين على كل إعانة الظالم على الظلم هذا أكيد ما يجوز ما في نقاش إنما الكلام في أن يكون الإنسان معينا للظالم في شيء حلال شغلة محللة أكو شخص ظالم مستولي كذا على العباد والبلاد الآن يطلب من شخص آخر أن يعين في قضية محللة هذه شكلين مرة تكون الإعانة في يعني في مورد خاص بحيث ما ينعد هذا الشخص من أعوان الظلمة يوم من الايام قال له عندي شغله اريد تمشي لي اياها والشغله شغله حلال هذه ما فيها اشكال فرضنا فلان شخص من الظلمه والي كذا من الولاة اللي مسيطر على بعض البلاد من دون حق شرعي الان شاف له واحد قال له والله ما تروح للسوق تشتري لي الاغراض الفلانيه وهذا دينار اعطيك يجوز ومره لا هذا على طول وياه يحوم حوله يحصل منه شيء بحيث يعد من اعوانه من اعوان الظلمه هذه فيها روايات بشده تتكلم مضمون بعض الروايات ان في جهنم واديا واديا خاصا لاعوان الظلمه الان الظلمه هم وين يودوهم ذاك شيء ثاني لا دولة اتباعهم جماعتهم اللي يحومون حولهم لهم وادي خاص حتى لو كان هؤلاء الاعوان يعينونهم في امور جائزه مو في امور محرمه هذا شنو شغلته؟ يقول والله هو سايق مال فلان الوالي الفلاني سايقه هذا من اعوان الظلمه يسوق له يفتح له باب السياره يوديه ويجيبه يقول زين انا شو مسوي؟ مسوي حرام ما مسوي شيء انا اوديه واجيبه من بيتهم للدوام، ايه انت صرت من اعوان الظلمه. الفراش اللي يشتغل عندهم، اللي يغسل له الاستكانات، اللي يقدم له الشاي، خلي بعد اللي يصير من الرتب العاليه ويحط له نجمتين ثلاثه وكذا اللي بعد يصير كلش من المقربين هذول أعوان الظلمة الرواية مضمونها لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الخراج ويكتب لهم وكذا يدير أمورهم لما سلبونا حقنا هم عادة الظلمة وحدة ما يقدر يسوي شيء وحدة كفرد ما يقدر يسوي شيء هذول اللي يحومون حوله هم اللي له ويمشون قضيته فكون الشخص من أعوان الظلمة حتى لو كانت الإعانة في أمر جائز في أمر حلال هذا يعتبر محرما وهناك رواية لطيفة رواية صفوان إن شاء الله في الليلة المقبلة أنقلها لكم